معكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى الخمسة عشرية في آخر جزء في حصتنا اليوم. ربع ساعة تقريبا ما زالت. آخر ضيف عنا هو السيد أحمد كندرا، رئيس لجنة الانتخابات التابعة للجامعة التونسية. دونك سيد أحمد، كنا حكينا على ديسيزيون خذيتوها اليوم، أجلتوا من جديد. البارح كنت معنا بالتليفون وقلت البارح آخر تأجيل كان، اليوم عارف شنو صار، شنو تبدل باش تعاودوا تأجلوا مرة أخرى حتى الغدوة الجمعة؟ اليوم جاتنا حاجة جديدة، على هيك تلزينا انه باش نأجلوها الغدوة. على اعتبار انه اليوم سي محمد علي بوغديري جاب لنا ما يفيد انه الشهادة تعادل البكالوريا سيكسيون مات تكنيك، وفي نفس الوقت عندنا وثيقة من مسلمة من طرف نفس الوزارة اللي تقول انه ما يمكنش تصنيف الشهادة نتاعو، ما يمكنش نعطيوها معناها ليكيفالونس نتاعها نتاع البكالوريا. إذا معناها جاونا زوز وثائق في رأينا رأي لجنة متضاربة من انتهى محدرة وبالتدليس مش ما يقعش سوء الفهم. أي خطر أبي الكلام اللي قاعد يدور توا سيد أحمد متاع تدليس، كأنك اتهمتون بالتدليس في البيان، معناها هذا قاعد شخيش تقال توا في البيان في الفيسبوك. لا، في البيان احنا قلنا باش نكاتبوا الوزارة هذه المعنية بالأمر باش تبين النقطة هذه فقط، والوزارة معناها تصنى فيها باش غدوة تعطينا الجواب، حول الله الصباح يكون عندنا الجواب. قلت اتصلتوا ب 3 وزارات، هذه مجموعه من الوزارات اعطاكم حاجات، اعطاكم وثائق تثبتش الظهر اللي هو عنده البعض. لا 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 لا، كلهم الوزارات اللي كتبناهم يقولوا ما يمكنش تصنيف الشهاده هذه في اطار مستوى بكالوريا. الوزاره الاخيره وزاره التنميه هكا والتعاون الدولي حاجه هكا تنجم تكون، خاطر متعرف هي امور مراسلات سريه، اما تنجم تكون. جايز فهمت. دونك غدوة ما نستناوش تأجيل مرة أخرى، غدوة ما عادش فما حتى تأجيل، غدوة باش ناخذوا القرار. الوثيقة اللي قدموها اليوم شنو هي بالضبط سيد أحمد؟ قدم شهادة مسلمة من إحدى الوزارات اللي فيها معناها ممضات من طرف شخص معين اللي يقول معناها عنده سي محمد علي بوغديري ليكيفالونس نتاع البكالوريا. إي مادام هكا ماهيش كافية الوثيقة هذه معناها. لكن عندنا وثيقة مسلمة من موجهة للجامعة من الوزارة نفسها تقول ما نجموش نصنفوا الشهادة نتاعو في الاكيفالونس نتاع البكالوريا، على هذا حبينا نثبتوا. معناها ولو عندنا زوج وثائق متضاربة من نفس الوزارة. نفس الوزارة، أي نعم. شنو يعني شنو تصوروا معناها هذا؟ ما نعرفش، ينجم يكون خطأ، ينجم المهم أنه ينجم يجينا جواب كتابة باش نحدوا موقفنا النهائي. من عند نفس معناتها انتم رسلتوا الوزارة هذه اللي خرجوا منها الوزارة اللي هي صادقت فيما مضى، معناها المسابقة قديمة، راه مسابقة عندها عامين. وما جابونا رفيق على اليوم. علاش يكون قايل اليوم معناها؟ مسابقة عندها عامين على أنه عنده ليكيفالونس نتاع الباك. دونك احنا بالنسبة لنا نزلنا نثبتوا مع الوزارة، النقطة هذه سقطت. واضح. غدوة وقتاش تاخذوا ديسيزيون تاعك؟ غدوة انا معناها تعهدت انه معناها اذا باش الوثيقة تجي 9 نتاع الصباح ل 10 نتاع الصباح ناخذوا قرار، تجي ل 10 ل 11 ناخذوا قرار، معناها في وقتها ندرسوها وناخذوا قرار. واضح. من عاود سيد احمد كان معنا بالتليفون السيد نبيل السبعي، قال تواصل معاك حول نقطة حبيت ناخذ رايك فيها انا. انه مثلا تخليه للجلسه العامه والمنخرطين هما اللي حدوا ينجموا يتغاضوا معناها على النقطه هذه نتاع الكيفالونس، والا المنخرطين هما يرفضوا معناها انه يتعدى القائمه. تنجم تكون في جلسه عامه هذا ولا لا؟ هذا قانون الاساسي نتاعهم موجود. بالنسبه لنا احنا فما جلسه عامه باش تبدل القانون الاساسي، هذاك موضوع اخر. اليوم اللي عندنا القانون الساري المفعول هو القانون الاساسي للنادي الافريقي اللي يشترط انه باش يكون مرشح لرئاسة الجمعية يكون متحصل على البكالوريا أو شهادة معادلة. هي شهادة البكالوريا. ما تنجمش تكون شوية مرونة في التعامل ولا إيه؟ والله مرونة ناخذ احنا قرار ويتنقاد في الاستئناف. لجنة الاستئناف يقول لك لا هذا يعطيته أنت موافقة وما عندوش شهادة بكالوريا. معناها تخاف شكون؟ فما شوية مصداقية على الأقل. تخاف شكون المنخرطين يستئنف، معناها تولي مشكلة لكم أنتم. بطبيعة الحال، بطبيعة الحال. علاش احنا نزيد في التعطيل. واضح. ثابت ونعطيه كل واحد نعطيه حقه فقط. احنا عندنا امانه للنادي الافريقي والجماهير نتاعها باش نكونوا اوفياء لتلك الامانه ونعطيه كل واحد حق. الوزاره اعطتكم الوقت باش تجاوبكم فيه غدوه ولا ما تعرفوش؟ ان شاء الله غدوه تجاوبنا، ان شاء الله غدوه يكون عندنا الجواب بحول الله. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك سيد أحمد كندرا، ديما موجود وين يستحقوك. شكرا لك سيد أحمد كندرا. على كل هكا نوصلوا لنهاية الحصة نتاعنا اليوم في البلاي، كنا تابعنا
تطورات وكواليس الجلسة العامة للنادي الإفريقي. كان معنا بدينا برمزي السمراني عضو قائمة محمد علي البغديري، كان معنا أيضا بالتليفون السيد أحمد كندرة في آخر الحصة، كان علق على ديسيزيون هذا، وكان معنا أيضا نبيل السبع المحامي في النادي الإفريقي اللي كان وجه عمل وجهة نظر قانونية للي صاير الكل في الجلسة هذه، وكان حتى وجه نداء للجنة الانتخابات. وأيضا حكينا هوندو، كان معنا بالتليفون لاعب المنتخب الوطني التونسي جهاد جاب الله، حكى على احترافه في بطولة سلوفاكيا، كذلك إمكانية عودته للمنتخب، كما كان معنا السيد مهدي بتبوت من مستقبل الجيش، حكى على كل ما يتعلق بجديد في المستقبل هذا الكل كان في الحصة متاعنا اليوم وأكثر. على كل بفاتكم شيء، كان فاتكم حاجة تنجموا تتابعوها من خلال الباج نتاعنا اكسبريس اف ام ولا اكسبريس اف ام سبور من خلال اللايف ستريمينج اللي ادام من هنا ادم تلت الحصة. مشكور شكرا لأحمد بالخوجة في الإخراج. نحن غدوة كيف كيف نتلقاه في نفس التوقيت من مرة 3 للخمسة اكسبريس اف ام. أجمل تحيات إسلام المدرب.